كيجيو كيلبقوها فيك انت، الكاروسري مهرهر، السياره دايره كصيده، مقسومه، ملويه، المحرك مسوفري والى اخره، كيلبقوها فيك نتايا. وملي كتشريها انت كتمرضك وكتخرج عليك وكتمحنك وكتكرهك. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى من الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد. الفيديو ديالنا ديال اليوم الاخوان غادي نهضروا على واحد السياره، سياره من صنع فرنسي. شنو هي السياره اللي غنهضروا عليها اليوم؟ غادي نهضروا على بيجو 206. بزاف منكم الاخوان اللي كان كيطلب مني هذه السياره هذه وتعطلت عليكم، وسمحوا لي، واليوم ان شاء الله حان الدور ديال هذه السياره. غنهضروا على المميزات ديالها وعلى العيوب ديالها وعلى المحركات ديالها والشاصي ديالها واي حاجه متعلقه بهذه السياره هذه. اول حاجه الاخوان قبل ما تشوفوا الفيديو، خلي واحد لايك او ديزلايك اللي حب خاطرك باش نعرفوك بانك شفتي الفيديو. وبالنسبه الى كنتي اول مره كتشوفنا في هذه القناه، ما تبخلش علينا، دير واحد سبسكرايب للقناه مع تفعيل الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد قمنا بالتحميل ديالو. نجيو نتعرفوا الاول هاد بيجو 206 فوقاش بدات وفين كانت كتصنع. هاد بيجو 206 بدات في فرنسا من 1998 واستمرت حتى 2012 عاد وقفات. اجيو دابا نتعرفوا على الدول الاخرى اللي كانوا كيصنعوا هذه السياره هذه وكيخرجوها للاسواق تتباع. هاد بيجو 206 كانت كتصنع في امريكا وكتمونطا وكتخرج للاسواق تتباع. بدات في امريكا من 1998 واستمرت حتى 2006 ووقفات. وكانت كتصنع في الصين اللي هي الشينوا، بدات من 2006 واستمرت حتى 2015 ووقفات. وكانت كتصنع في اندونيسيا، بدات من 2003 حتى 2006 ووقفات. وكانت كتصنع في تشيلي من 1998 حتى 2004 ووقفات. وكانت كتصنع في البرازيل من 2001 حتى 2014 ووقفات. وكانت كتصنع في الارجنتين من 1999 حتى 2016 ووقفات. وكانت كتصنع في الايران من 2001 حتى 2017 ووقفات. تعرفنا دابا على هذا الشيء، اجيو دابا نتعرفوا على الهياكل اللي خرجت بهم هاد بيجو 206. هاد بيجو 206 خرجت بعده هياكل. الهيكل الاول اللي خرجت به الهاتش باك، يعني هيكل قصير فيه 5 ديال الابواب، 4 ديال الابواب والباب ديال المالا اللي فيه الجاجة، 5 ديال الابواب. خرجت بهيكل اخر فيه 3 ديال الابواب، 2 ديال الابواب في القدام والباب ديال المالا فيه الزاج، هذاك هو 3 ديال الابواب. خرجت سيدان طويله فيها 4 ديال الابواب. خرجت ستاسيون واغون قصيره طويله مسرحه فيها 5 ديال الابواب، 4 ديال البيبان في السياره والباب ديال المالا. وخرجت كوبي كابريولي السقف ديالها كيتحل وكيتسد فيها 2 ديال الابواب. تعرفنا دابا على هذا الشيء، اجيو دابا نتعرفوا على المحركات في الديزل وفي البنزين اللي جات بهم هاد السياره هادي. واولا نتعرفوا على المحركات ديال ليسانس، وديك الساعه ندوزوا المحركات ديال الديزل. المحرك الاول السعه ديالو 1 لتر، الكود ديال المحرك دي 4 دي 4 سلندر ان لاين. المحرك اللي موراه السعه ديالو 1.1 لتر، الكود ديال المحرك تي او 1 جي بي 4 سلندر ان لاين. ندوزو للمحرك اللي موراه، المحرك اللي موراه السعه ديالو 1.4 لتر، الكود ديال المحرك تي او 3 جي بي 4 سلندر ان لاين. ندوزو للمحرك اللي موراه، السعه ديالو 1.4 لتر، الكود ديال المحرك او تي 3 جي 4 4 سلندر ان لاين. ندوزو للمحرك اللي موراه، السعه ديالو 1.4 لتر، الكود ديال المحرك تي او 3 جي بي 4 سلندر ان لاين. ندوزو للمحرك اللي بعده، السعه ديالو 1.4 لتر، الكود ديال المحرك تي او 3 ا 4 سلندر ان لاين. ندوزو للمحرك اللي بعده، السعه ديالو 1.6 لتر، الكود ديال المحرك تي او 5 جي بي 4 سلندر ان لاين. ندوزو للمحرك اللي موراه، السعه ديالو 1.6 لتر، الكود ديال المحرك تي او 5 جي بي
أربعة سلندر إن لاين. ندوزو للمحرك اللي بعده. المحرك اللي بعده السعة ديالو 2 لتر. الكود ديال المحرك أ دوبلفي 10 جي 4 4 سلندر إن لاين. ندوزو للمحرك اللي بعده السعة ديالو 2 لتر. الكود ديال المحرك أ دوبلفي 10 جي 4 اس 4 سلندر إن لاين. تعرفنا دابا على هاد المحركات ديال ليسانس، نحطوهم في هاد الجهة ونتعرفوا دابا على المحركات ديال المازوت. المحرك الأول السعة ديالو 1.4 لتر. الكود ديال المحرك دي في 4 الاتش دي اي 4 سلندر إن لاين. شنو هي الاتش دي اي؟ المعنى ديال الاتش دي اي شنو هي؟ كتلقاها في الكاش أو كتلقاها مكتوبة في المؤخرة ديال العربة، يعني في الكوفر ديال العربة. الاتش دي اي كيعني الضغط العالي. هاد المحرك كيخدم بالضغط العالي، يعني هاي بروشر ديزل انجكشن او هيج بروشر ديزل انجكشن. تعرفنا دابا على هاد المحرك، اجيو دابا نتعرفوا على المحرك اللي مورا. المحرك اللي مورا السعه ديالو 1.6 لتر. الكود ديال المحرك دي في 6 الاتش دي اي 4 سلندر ان لاين. ندوزو دابا للمحرك اللي مورا. المحرك اللي مورا السعه ديالو 1.9 لتر. الكود ديال المحرك دي دوبل في 8 4 سلندر ان لاين. ندوزو دابا للمحرك اللي مورا. المحرك اللي مورا السعه ديالو 2 لتر. الكود ديال المحرك دي دوبل في 10 الاتش دي اي 4 سلندر ان لاين. تعرفنا دابا على المحركات وعلى السعه ديال المحركات في الديزل وفي البنزين. الحطه ديال هذا المحرك في الكابو فهو على هذا الشكل، يعني عرضي. النظام ديال الضخ ديالو في البنزين او في المازوت فهو بالنظام ديال الانجيكسيون، يعني محرك كيخدم بليزانجيكتور. والنظام ديال الديزل حتى هو بليزانجيكتور بالنظام ديال الضخ العالي. تعرفنا دابا على هذا الشيء، اجيو دابا نتعرفوا على الجر ديال هذه السياره او الدفع ديال هذه السياره. هذه السياره النظام ديال الدفع ديالها او الجر ديالها فهي كتجر بالقدام. اجيو دابا نتعرفوا على الترانسميشن اللي خرجت بها هذه السياره اللي هي لابواط ديال الفيتاس. لابواط ديال الفيتاس في هاد بيجو 206 خرجات بثلاثة ديال لي بواط، واحد البواط في الاوتوماتيك وجوج ديال لي بواط في المانيال. لابواط ديال الاوتوماتيك خرجات بربعة ديال لي رابور، وجوج ديال لي بواط ديال المانيال خرجات بالاولى فيها أربعة ديال فيها خمسة ديال لي رابور، والثانية فيها ستة ديال لي رابور. اجيو دابا نتعرفوا على السيستم ديال السسبنشن في هذه السياره اللي هو جهاز التعليق، وعلى السيستم ديال الفريناج ديالها. الجهاز ديال التعليق ديال هذه السياره ديالها الامامي فهو مستقل، والجهاز ديالها ديال التعليق الخلفي حتى هو مستقل. اجيو دابا نتعرفوا على الجهاز ديال اجيو دابا نتعرفوا على النظام ديال الفريناج في هذه السياره. السيستم ديال الفريناج ديالها الامامي فكاين اللي خارجه في الامام بالديسك، وخارجه الجهاز الخلفي حتى هو ديال الديسك. وكاين واحد النوع اخر اللي خارجه بالجهاز الامامي ديال الديسك والجهاز الخلفي ديال الطنبور. واللي كتكون بالجهاز الخلفي ديال الطنبور كاين منها شي حبات اللي بداو في 1998 حتى 99، كاين فيهم واحد الاختلاط، ماشي كلهم خرجوا بالطنبور، باش نكونوا متفاهمين. اجيو دابا نتعرفوا على السعه ديال الخزان ديال الوقود في هذه السياره هذه، وعلى الكونسوماسيون ديالها في الديزل او في البنزين. الخزان ديال الوقود في هذه السياره كاين اللي كتهز 50 لتر وكاين اللي كتهز 70 لتر على حساب الحجم ديال السياره. الا كانت من الحجم الكبير كاين اللي كتهز 70 لتر، ولكن قليل فين تلقاها. تعرفنا دابا على هذا الشيء، اجيو دابا نتعرفوا على الكونسوماسيون ديالها في الديزل. الكونسوماسيون ديال هذه السياره هذه في الديزل داخل المدينه كتستهلك 6% او 7%، وخارج المدينه كتستهلك 4% حتى 4.5%. الاستهلاك ديال هذه السياره في البنزين فهي اقتصاديه ومزيانه. الاستهلاك ديالها داخل المدينه كتستهلك من 7% حتى 8%، وخارج المدينه كتستهلك من 5% حتى 6%. تعرفنا دابا على هذا الشيء، اجيو دابا نتعرفوا على الداخليه ديال هذه السياره هذه، كيفاش دايره وعلاش متوفره في الداخليه ديالها. اولا نهضروا على الانظمه ديال السلامه. النظام ديال السلامه هذه السياره هذه جايه بالارباك، مع انه منعيبوا فيها من الاجهزه ديال السلامه. كيكون فيها اللي جايه بالاي بي اس. العماره ديالها كتكون السياره جايه كلها
إلكتريك، الزيجان إلكتريك، المرايات إلكتريك، جاية فيها الكليماتيزور وفيها ستوفا، وكاين اللي جاية فيها المحدث ديال السرعة، كاين اللي جاية بالسقف كيتحل وكيتسد، كاين اللي خارجة على حساب الطلب ديالها، كتجي يعني فول اوبشن كاملة، حتى الأضواء اللي فيها كيجيو بالكزينو، والكراسة دياولها يعني لي كوسان دياولها كيجيو كهربائيين يعني كيسخنوا. هذه هي العمارة ديال هاد السيارة. نهضروا دابا على الهيكل وعلى التواسع. التواسع واش كاين في هاد السيارة؟ يعني سيارة مقبولة فيها التواسع، واخا تكون شي انسان طويل فكتكون السيارة مزيانة مقبولة فيها التواسع الحمد لله. اجيو دابا نتعرفوا على الهيكل ديال هاد السيارة، واش صبار واش ماشي صبار، واش نقدر نتمشى به مسافات طويلة واش ما نقدرش نتمشى به مسافات طويلة والى اخره. الهيكل ديال هاد السيارة هادي فهو صبار مزيان، تسافر به تمشي به فين ما بغيتي، تهز عليه الثقل، ولكن بشرط واحد، ما كيبغيش الثقل اللي يكون ثقيل بزاف، الثقل ديالو اللي محدد في الكارت غريز، يعني الثقل اللي محدد في الكارت غريز هذاك هو اللي غادي تهزو. هزيتي عليها الثقل اكثر من المعتاد ديالها فهنا كتخرج على الهيكل ديال السياره. الهيكل ديال هذه السياره مصنوع للركاب، وتسافر تهز الفاليزات اللي يكونوا تهزهم السياره، ماشي تمشي تعمرها بالثقل او تمشي تهز فيها السلعه وتشد بها 1000 كيلومتر ديال الطريق، فهنا كتخرج على الهيكل ديال السياره، غيتلوى وغادي يولي عوج وغتولي في ما هي وما لونوها. السياره واش ثابته في الطريق؟ السياره ثابته في الطريق، ما كاين ما نعيبوا فيها. اجيو دابا نتعرفوا على المحرك ديال هاد السياره، واش صبار معايا في الطرق الطويله واش ماشي صبار في الطرق الطويله. المحرك اللي صبر معاك في الطريق الطويله من 1.4 لتر وانتايا طالع للفوق، سواء في الديزل سواء في الليسونس. السخانه ديال هذا المحرك كيفاش كتكون؟ المحرك من 1.4 للفوق سافر به من طنجة حتى للقويرة، من القويرة حتى لطنجة، ولكن بشرط واحد ديما كنقولوا لكم، الماء ديال امي الروبيني بعد منه، الماء ديال الباهية بعد منها، الماء ديال الروبيني والماء ديال الباهية فوقاش كنديروه؟ ملي كتكون في لوتوروت او في شي طريق طويلة الماء مقطوع كيقول لك ملي كيغيب الماء كتحضر التيمم، كديباني بداك الماء على ما توصل لمدينتك. حل نعم سيدي التيو من التحت، خلي الرادياتور يخوى والبلوك ديال الطوموبيل ديال الموتور حتى هو يخوى، ودير ما يكون مخصص لجهاز التبريد. الزيت ديال المحرك حتى هو عنده دور كبير، دير ليها الزيت ديال اللي خارجه في 98 حتى 99، الزيت ديال 10 دوبل في 40، اللي خارجه من 2000 للفوق كدير الزيت ديال 5 دوبل في 40، 5 دوبل في 30، ما ديرش الزيت ديال 15 سواء ديال التسعينات سواء ديال الالفينات، ما ديرش الزيت ديال 15 كتهلك المحرك. هادي بلا ما نتناقشوا عليها، المحرك صبار يمشي معاك فين ما بغيتي، يضرب معاك الطريق ما تخممش نهائيا. هادوك الناس اللي كيقول لك المحرك كيسخن، المحرك ما كيصبرش، المحرك كيكونسومي، المحرك كيدير، شرا هاد السياره هادي شي قدره من عند شي واحد لصقها فيه خلات ليه عشتو، يعني محرك ديالها مهرهر، اوكي، يعني محرك ديال هاد السيارة هادي مهرهر ملي وصلت عنده هو مهرهرة، بدا كيخسر عليها الفلوس ما مزياناش. انت خويا ملي غتبغي تشري سيارة تكون نقية مزيانة، سير على الله ما تخمم حتى في شي حاجة. تعرفنا دابا على هاد الشيء، اجيو دابا نتعرفوا على الميكانيك ديال هاد السيارة. الميكانيك ديالها واش معقد واش ماشي معقد؟ ماشي معقد الميكانيك ديال هاد السيارة، هو حلو ودنيكم مزيان، ما تمشيش عند ميكانيك من الطرف، سين عند الميكانيك اللي كتكون السمعه ديالو مزيانه، والميكانيك اللي كيكون معروف، والميكانيك اللي كيبغي الطيب ديال الخبز الحلال، والميكانيك اللي كيصلح لك الحاجه على حقها وطريقها. يعني كتبغي شي ميكانيك يكون حرايفي. هاد السياره المحرك ديالها كيبغي الرفق به باش يعيش معاك واحد المده طويله. الميكانيك ديالها واش غالي واش ماشي غالي؟ المحرك ديالها في المتناول، الميكانيك ديالها في المتناول، مزيان، ما عندنا ما نقولوا، ما غالياش وما رخيصاش، يعني في المتناول. البياس ديال هاد السياره واش موجود؟ القطع الغيار موجود في لافيراي وموجود في الجديد، ما تحيرش معاها نهائيا. قطع الغيار واش غالي واش رخيص؟ القطع ديال الغيار دوريجين ساوي الثمن، والمزور ساوي الثمن، من الاحسن دير الدوريجين، سير على الله ما تسولش فيه حتى كدوز واحد المده طويله، درتي المزور
كدوز المده ديال 6 شهور راه كتعاود عاوتاني تبدل القطع ديال الغيار. هذا هو المشكل اللي كاين. الاخوان حلوا معايا ودنيكم مزيان، الله يخليكم. اللي بغى يشري هذه السياره هذه يرد البال. علاش يرد البال؟ سواء كانت في ليسونس سواء كانت في المازوت، ملي تبغي تشري هذه السياره هذه عرف على من كتشري هذه السياره. علاش؟ حيت كاين شي ناس ما كيخافوش الله، كتكون هذه السياره هذه فايته في اللوكاسيون، ما عرفتش كيفاش كيقولوها في المغربيه الا كان هذا هو المصطلح، يعني سياره فايته في الكراء ديال السيارات، كتكون فايته في لاجونس ديال الكراء ديال السيارات، كتخرج كتباع هذه السياره كيبدلوا ليها كارت غريز ديالها، ما كتبقاش فيها هذيك اللعيبه باش كتعرف بان السياره دازت في الشركه ديال اللوكاسيون. كيجيو كيلبقوها فيك انت، الكاروسري مهرهر، السياره دايره كسيده مقسومه ملويه، المحرك مسوفري والى اخره، كيلبقوها فيك نتايا، وملي كتشريها انت كتمرضك وكتخرج عليك وكتمحنك وكتكرهك في النهار اللي خسرتي عليها فلوسك في هذيك السياره. لهذا الاخوان كنقول لكم ردوا البال. تعرفنا دابا على هذا الشيء الاخوان، اجيو دابا نتعرفوا على العيوب ديال هذه السياره هذه. اول عيب كاين في هذه السياره هي حادره بزاف للارض. اوكي، كيفاش كنقولوا حنايا ملي كنا كندوزوا البيرمي كيقولوا لنا بالعربيه هذيك الحدبه، ما عارف كيفاش كيقولوا ليها بالعربيه، الضودان ولا ما نعرف، ملي كتكون جاي طاير وكتفراني والسياره كتطلع هكا فوق هذيك الحدبه وكدوز غير بشويه، ملي كدوز فوق هذيك الحدبه كضرب لك من تحت، يعني السياره حادره، وإلا هزيتي الثقل السياره كتزيد كتحدر. فهاد المشكل هذا راه عنده التكنيك ديالو. اوكي، دابا ما كنهضروش على الميكانيك باش نوريكم شنو غديروا، حتى شي فيديو اخر ان شاء الله ونوريكم كيفاش ديروا جميع السيارات اللي كيعانيو من هذه المشاكل، فهو ساهل. غير هو الا بغيتي تخدموا غنوريه لكم، ولكن خاصك تبع لي ديطاي، ولكن الاخوان نخاف عليكم. علاش؟ باش دير هذا الشيء هذا يقدر الله يحفظ تعمى في عينيك، تضرب وكذا وكذا والى اخره. المهم ما نهضروش على هذا الشيء حتى من بعد. العيب ديالها هذا هو. العيب الثاني في هذه السياره هذا، في هذه السياره هذه، هو المقدمة ديالها الأمامية، النص ديال الكابو ديالها كله ديال بلاستيك، شي ضربة كي الباراتشوك ديالها كياكل الدق، كتمشي كتقلب عليه كتشريه جديد كتجيبو كتركبو، إلا كانت شي ضربة خفيفة، إلا كانت شي ضربة واعرة شوية الشاصي ديالها كيتزعزع، باش نكونوا واضحين، ما كنخبي عليكم والو. والمؤخرة ديالها اللي هو المالا ديالها، الخلفيه ديال هذه السياره، حتى هي الخلفيه ديالها النص ديالها ديال البلاستيك، ضربه خفيفه كتاكل الدق، واول حاجه كتاكل الدق هي الطابله ديال المالا، خصك لابد تمشي تديها للتشابيستا. التشابيستا شنو هي؟ هي هذاك اللي كتمشي كيصوب لك السياره، طولي هكا واقيلا، طولوري ولا طولي ما نعرف، خلوها لي في التعليق. المهم كيصبغ السياره وكيحكوا الى اخره، كتخرج السياره جديده. العيوب الاخرى اللي كاين في السيارات ديال ليسونس، ديال ليسونس فيها واحد المشكل ديال الضو، ماشي كلها، قليل فين كتصادف مع هذا المشكل هذا ديال الضو، اغلبيته كيكون في لابواط ديال الفيزيبلات ولابواط ديال الريليات، هذا هو المشكل اللي كيكون فيها غالبا. والمشكل الاخر ديال ليزانجيكتور، شحال ما درتي ليسانس نقي مصفي، شحال ما كتكون السياره ولا انجيكتور ديالها مزيانين، شحال ما درتي على ستاسيون بلا ما نسميو الاسامي ديالهم، راه معروفين فين ما مشيتو راهم معروفين، كديروا عليهم شي ايسونس او مازوت كيكون ماشي هو هذاك، اول حاجه كتاكل الدق هي الانجيكتور. هاد السياره كتبغي واحد العنايه مركزه مزيان. هادو هما العيوب اللي كاين في هاد السياره، يعني ما كاين فيها حتى شي عيب اخر. العيب اللي كاين ديال الضيق في الخلفيه ديال السياره، ولكن هذا ماشي عيب، عادي، السياره شبابيه مزيانه الله يعمرها دار، مخيره اقتصاديه شنو بغيتي، سياره مودير اللهم لك الحمد، اللهم رزقنا بحالها. واذا كانت عندك اخويا الله ينقل لي حسدك، اشوف اخويا كانت عندك هذه السياره عفط تبرع ليا مع راسك، نسى السخانه الله ينقل لي حسدك، علق واحد الايه ديال القران عندك في السياره، ولكن الا علقتي ايه ديال القران عندك في السياره حاول ما تعصبش وما تسبش الناس، حاول ما تسبش الناس حيت كاين الناس في السوقان كيعصبوك، حاول تفادى حيت معك كلام الله. اوكي، وصلنا للنهايه ديال الفيديو الاخوان، نسيت شي حاجه ما قلتهاش خليوها لي في التعليقات، الله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش وراكم هنا في القلب، وسمحوا لي وهذا الشيء اللي كاين الاخوان.